لو اكتشفت ان عندك سكر ضروري تشوف دكتور العيون. ليه؟ لان السكر بيحدث تغيرات في الشبكيه ممكن تؤدي لضعف النظر، واذا اهملناه ممكن يؤدي لا قدر الله لفقد النظر. السكر بيأثر على الاوعيه الدمويه بتاعت الشبكيه، والاوعيه الدمويه بتؤدي لما تعيا او تتأثر لحدوث ارتشاحات وأنزفة في الشبكية دي تضعف النظر. ولو استنينا عليها ما عالجناهاش بالليزر أو ما عملنالهاش حقن تؤدي لحدوث تليفات، والتليفات لا قدر الله تعمل انفصال شبكي وفقد تام للإبصار. يبقى ضروري أشوف الدكتور بشكل منتظم، خصوصا الناس اللي عندها سكر أكتر من 10 سنين والناس اللي ما بتحافظش على مستوى السكر. ضروري دكتور العيون يشوفك كل 6 شهور أو كل سنة بالكتير. في الحالة دي انت محتاج تعمل تصوير قاع عين، محتاج تعمل بعض الابحاث اللي الدكتور هيطلبها منك، والهدف بالكلام ده كله انك تحافظ على النظر وتعالج النظر قبل ما تحصل مضاعفات نندم عليها. اللي عايز اقوله لكم في الاخر، النصيحة الاخيرة، شوف دكتور العيون بتاعك بصفة مستمرة وما تهملش في مستوى السكر.